يعتبر أطول جسر في أوروبا حالياً، وهو أحد أهم إنجازات روسيا في العصر الحديث. أطلق عليه فلاديمير بوتين لقب المعجزة، جسر كيرتش، الرابط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسوندار كراي الروسية. بدأ بناؤه عام 2015 وافتتح في عام 2018 بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات دولار في ذلك الوقت. شيد بشكل قوسي، وهو مكون من طريق سريع ذي 4 مسارات بطول 16 كيلومتر، إلى جانب سكة حديد منفصلة من مسارين بطول 18.1 كيلومتر. يبلغ ارتفاعه من سطح الماء حتى حافة مسار الجسر 35 مترا، ويوفر تصميم جسر سكة الحديد العلوي القدرة على تركيب نظام كهربائي لعمل القطارات. يشهد الجسر مرور نحو 15 ألف سيارة كل يوم،